حبنا حبيبتي لمصر. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أنا مصري بناني من بنى، هرم الدهر الذي أعيا الفنا، وقفة الأهرام فيما بيننا، لصروف الدهر وقفتي أنا. على ضفاف قناة السويس نحتفل اليوم بتكريم واحد من أوفى أبناء الوطن، تقديراً وعرفاناً لمسيرة عطائه الوطني. إنه البطل المشير محمد حسين طنطاوي، وذلك برفع العلم المصري على أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذاناً بانضمامها لأسطول هيئة قناة السويس، لتمثل بذلك نقلة نوعية في قدرات وإمكانات الهيئة على إحداث التغيير النوعي في مجرى الملاحي للقناة. نستهل فعاليات احتفالنا اليوم بآيات بينات من الذكر الحكيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. في عصر الإنجازات الكبرى الذي تعيشه مصر حاليا، بتخطيط ودعم من قيادتنا السياسية المخلصة وتنفيذ ومتابعة من حكومتنا الرشيدة، لم يكن لقناة السويس إلا أن تحتل أول الصفوف في هذه المسيرة التي تستهدف تغيير شكل الحياة في مصرنا العزيزة. الفيلم الذي نعرضه على حضراتكم خلال الدقائق التالية يتابع ملامح أهم ما تحقق من إنجازات في هيئة قناة السويس، الصرح الوطني الشامخ التي كانت دائماً وستظل إحدى أهم قاطرات الاقتصاد الوطني. مع شمس يوم جديد بنحقق الحلم وبنكمل المسيرة، خطوة على طريق الألف ميل. رسمت ملامح المستقبل وخطط التنمية بافتتاح قناة السويس الجديدة، اتبدلت شكل الحياة في المنطقة وبدأت مسيرة مش هتتوقف من العمل والإنجاز. مشروعات عملاقة وإنجازات متتالية ما كانش ممكن تتحقق، وتحديات غير مسبوقة ما كانش ممكن نتجاوزها لولا الدعم الكامل من الإرادة السياسية والمتابعة الدورية من الحكومة وجهود سواعد وطنية مخلصة من أبناء مصر، من العاملين بالهيئة. العمل منتظم على مدار الساعة لخدمة حركة التجارة العالمية في كافة مواقع العمل، الكل بيشتغل في صمت، خبرات متراكمة وكوادر بشرية مؤهلة للعمل في أصعب الظروف. بتثبت يوم بعد يوم قدرة المصريين على إدارة المواقع الهام في العالم. مكتبة الملاحة مدن القناة الثلاثة بيتم تحديد مواعيد القوافل بدقة متناهية ومتابعة عبورها عن طريق أحدث الأنظمة المتطورة VTMS.
في نفس الوقت بيحرص مراقبي الحركة على تحقيق التواصل الفعال مع المرشدين ومع محطات مراقبة الملاحة الموجودة على طول القناة. دورنا الأساسي هو تسيير حركة الملاحة في القناة بأسرع وقت ممكن وبأكبر قدر من الأمان. ده بيتوفر لنا أو بنقدر نقوم بيه عن طريق أحدث الأجهزة الملاحية اللي بتوفرها لنا الهيئة من أجهزة رادار وأجهزة AIS ونظام الـ VTM System اللي بنقوم بيه بمراقبة الحركة، وأجهزة بصرية زي الكاميرات اللي على طول القناة بتمكننا من رؤية جميع السفن في أي وضع وفي أي مكان ليلاً ونهاراً. بمجرد تلقي المرشد التعليمات وتوقيتات عبور السفينة المعين لإرشادها بيستعد فوراً للتوجه لمارينا المرشدين. الأمر ما بياخدش غير دقايق معدودة عشان يوصل المرشد لوجهته عن طريق العربية المخصصة ليه من قبل جراج الهيئة. طبعاً السفينة بتدخل من السويس، لعليها أقام من السويس يقوم بتوجيهها لغاية الإسماعيلية. أنا بستلمها منه في الإسماعيلية، بكمل رحلتها إلى بورسعيد. الرحلة بتستغرق حوالي 4 ساعات من الإسماعيلية لغاية بورسعيد. ولأن تطوير الأسطول البحري للهيئة بيتصدر أولويات العمل في الهيئة ضمن خطط التطوير والتحديث، انتهت الهيئة مؤخراً من بناء القطرتين علي شلبي ولطفي جدلة بقوة شد 70 طن ضمن 4 قطرات بحرية شيدتها الترسانة من طراز مصاحب بسواعد رجال ترسانة بورسعيد البحرية، وده بهدف مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة وتلبية للحاجة الماسة لتدعيم الأسطول البحري في الهيئة بوحدات جديدة، لا سيما في ظل تزايد أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة. وتحسباً للظروف الطارئة واحتمالية وقوع حوادث تلوث وبما يتماشى مع النهج العلمي لإدارة الأزمات في الهيئة، الهيئة كانت حريصة على تدعيم أسطول مراكز مكافحة التلوث والانسكاب البترولي التابعة ليها، وده بمعدات مكافحة التلوث وفق أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية، وتسلمت بالفعل 3 لانشات جديدة. في ظل الزيادة المستمرة في أعداد وأحجام السفن اللي بتعبر قناة السويس كأكبر وأهم ممر ملاحي عالمي، كان عندنا مسؤوليات لحماية البيئة البحرية، ودورنا ومسؤوليتنا في الخطة القومية لمكافحة التلوث بالاشتراك مع وزارة البيئة، هي قناة السويس بتجهز نفسها بعدد 3 مراكز رئيسية بمدن القناة 3 و6 مراكز فرعية بطول القناة. هذه المراكز مجهزة بأحدث طواشط الزيت العالمية واللي بتناسب جميع أنواع الزيت، أكثر من 8000 متر للحواجز المطاطية الأويل بومز بأنواعها المختلفة، الوحدات البحرية المتخصصة بالمكافحة أونزران، كل هذه الإمكانيات عشان خاطر نقدر نبقى فيه عندنا استجابة سريعة لأي حادث محتمل. ونتيجة للجهود المبذولة نجحت الهيئة في تحويل شركاتها التابعة من الخسارة للربح، وزيادة حجم أعمال الشركات والعودة للمنافسة مرة تانية، لا سيما بعد إسناد مشروع تطويل أسطول الصيد المصري لشركات الهيئة واللي انتهت من بناء 34 سفينة صيد ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وبيجري العمل حاليا في المرحلة الثانية من المشروع ببناء 34 سفينة صيد تانيين. وما بتخلاش أجندة العمل في الهيئة من فتح أفاق جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية ونقل التكنولوجيا المتطورة عن طريق التعاون مع شركات عالمية، وأهمها الشراكة مع شركة ستيرنر النرويجية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الأحواض المغلقة. تضمنت كمان خطة تطوير وتحديث شركات الهيئة التابعة فتح مجالات جديدة للعمل، منها افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات، وتأسيس شركة مساهمة مصرية للصناعات الغذائية بالشراكة مع شركتي هيلثي ميلك وهيلثي فاميلي لإضافة نشاط جديد بيحتاجه السوق المصري وتوفير فرص عمل للشباب. وفي إطار استراتيجية مصر 2030 بتدي الهيئة اهتمام كبير لتفعيل تطبيقات التحول الرقمي وتعميمها في كافة المعاملات والخدمات المقدمة، وانتهت بالفعل مراحل إنشاء البنية الأساسية اللازمة للشبكة الموحدة. قامت كمان الهيئة بتفعيل الخدمات الإلكترونية للعملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية، وده بالتوازي مع دعم جهود الإصلاح الإداري وتطوير الأداء وتمكين الطاقات الشابة المتميزة. وما بتقفش الجهود عند كده، بتتسع الرؤية كمان لتحقيق أهداف استراتيجية على الصعيد القومي أبرزها ربط سيناء بالوادي، وده من خلال سلسلة الأنفاق العملاقة والكباري العائمة ومرفق المعديات. والأول مرة هيتم اعتماد نقطة تحكم مركزية لكافة محاور العبور في مقر أنفاق تحيا مصر.
وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة وسعياً نحو تسهيل حركة العبور بين ضفتين القناة، تلعب ترسانة بورسعيد البحرية والإدارات المعنية بالهيئة دور هام جداً في تطوير وتحديث مرفق المعديات في الهيئة. نقدر نقول إن كل المعديات اللي على المحور بناء هيئة قناة السويس اتبنوا في الترسانة وفي شركات الهيئة وإدارة الترسانات. تواجد بموقع معدية القنطرة بالكيلومتر 45 يتميز هذا الموقع بالكثافة المرورية للسفن العابرة من الشمال ومن الجنوب، وكذلك حركة المواطنين الكثيفة بين القنطرة شرق والقنطرة غرب. ونظرا لأهمية هذا الموقع، طبعا صدرت التوجيهات بتطوير موقع القنطرة كيلومتر 45 لقل التعليمات. تم تحويل معدية الرصفة 15 من معدية سيارات لمعدية للركاب فقط لمنع التزاحم اللي موجود والزيادة المتراجعة في موقع القنطرة شرق والقنطرة. من ناحية تانية بيهتم الجانب المجتمعي للهيئة بمنطقة القناة، وده بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة، وأبرزها مشروع ترميم المبنى الإداري الأول لقناة السويس وتحويله لمتحف عالمي بيوثق التاريخ الإنساني والحضاري للقناة، وبيمثل حلقة الوصل بين الماضي والحاضر ومنارة ثقافية للأجيال اللي جاية. أوشكت كمان الهيئة على الانتهاء من بناء استاد عالمي لقناة السويس بيتكامل مع منشآت الهيئة الرياضية عشان يكون بمثابة قرية أولمبية صغيرة بتلبي متطلبات النهضة الرياضية الحالية وبتدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية. الاستاد الدولي اللي بنفتخر جميعا اننا كنا جزء من طاقم العمل فيه، واللي باذن الله هيبقى صرح دولي اضافه للمنشات الرياضيه في مصر. بتشمل كمان الجهود تطوير عدد من منشات الهيئه الرئيسيه والخدميه، اهمها مبنى الارشاد ومبنى المارينا الجديد ومركز المحاكاه والتدريب البحري ومطبعه الهيئه. وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعيه، ركزت الهيئة على تحسين جودة الحياة في مجتمع مدن القناة بتطوير محطات تنقية المياه في مدن القناة الثلاثة، وافتتاح بعض المشروعات الخدمية في المنطقة زي تطوير منطقة نمرة 6 في محافظة الإسماعيلية، وافتتاح سوق نموذجي للخضروات في بورسعيد، وممشى سياحي في محافظة السويس، والمساهمة في رفع كفاءة الطرق المؤدية لمحاور العبور. وما بتتوقفش المسيرة لما بنحقق، بتسعى هيئة دايماً لأبعد من كده، بنطل على المستقبل برؤية واعية تواكب متطلبات المرحلة الحالية وتلبي تطلعاتنا المختلفة. بتعكف الهيئة حالياً على استكمال مسيرة التطوير استراتيجية تنموية طموحة تستهدف تحقيق أهدافها بحلول عام 2023 على مدار أكثر من 150 سنة. عمر هيئة قناة السويس كانت قناة السويس شريك هام في دفع عجلة الاقتصاد المصري وداعم رئيسي للتنمية وشريان حيوي لدعم التجارة الدولية، مكانة بيعتز بيها كل مصري وبيتولد معاها قيم المسؤولية والفخر لكل واحد يشتغل في القناة. اسمحوا لي احنا نحيي الهيئة بكل العناصر، الأول رئيس الهيئة لغاية أصغر من شارك من العاملين بالهيئة في هذا الموضوع. اسمحوا لي احنا نحييهم بصراحة. الاستعداد بالإمكانات الفنية والقدرات البشرية والسيناريوهات المتوقعة للتعاطي مع الأزمات المختلفة هو ما يميز قناة السويس ومنحها رصيداً استراتيجياً ويضعها في مصاف أهم المؤسسات العاملة في مجال حركة الملاحة الدولية. نتابع معاً فيلم قصير عن أحدث المشروعات العملاقة التي أطلقتها هيئة قناة السويس مؤخراً، وهو مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي لقناة السويس. يبلغ طول المجرى الملاحي لقناة السويس 162 كيلومتر مع متوسط أعماق بيوصل ل 24 متر. وبينقسم المجرى الملاحي لقناة السويس إلى ثلاث قطاعات رئيسية. القطاع الأول هو القطاع الشمالي اللي بيمتد من علامة الكيلومتر صفر حتى علامة الكيلومتر 50 ترقيم قناة، وبيوصل طول الجزء المزدوج من القطاع الشمالي ل 17 كيلومتر من الكيلومتر صفر حتى الكيلومتر 17 ترقيم قناة. أما الجزء الغير مزدوج من نفس القطاع فبيمتد بطول 33 كيلومتر من علامة الكيلومتر 17 حتى علامة الكيلومتر 50 ترقيم قناة، وبيمتاز الجزء ده بأنه قطاع مستقيم بدون أي منحنيات
ويعتبر من أكتر قطاعات القناة اتساعاً، وده لأن العرض عند سطح المياه بيوصل ل 351 متر، أما العرض عند القاع فبيوصل ل 121 متر. القطاع ده بيمتاز أيضاً بالسرعة المحدودة للطيارات البحرية اللي بتوصل لاثنين عقدة فقط، ولأن في بعض الصعوبات اللي بتمثل لنا تحدي كبير لو فكرنا ننفذ عملية ازدواج في القطاع ده، زي كوبري السلام ومدينة الأمطرة الموجودة شرق قناة السويس، رأت إدارة الهيئة الإبقاء على القطاع ده زي ما هو بدون أي تغيير، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل أعمال الصيانة والتكريك الدوري المستمر للحفاظ على المجرى الملاحي من الإطماء الناتج عن حركة السفن في قناة السويس. أما القطاع الثاني من المجرى الملاحي، قناة السويس الجديدة، ودي عبارة عن ازدواج بطول 72 كيلومتر من الكيلومتر 50 حتى الكيلومتر 122 ترقيم قناة. افتتحت قناة جديدة سنة 2015 وكانت فعلا هدية مصر للعالم. أما بالنسبة للقطاع الجنوبي من الكيلومتر 122 حتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، فهتقوم هيئة قناة السويس بالتطوير خلال مشروع ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول من المشروع بيتضمن تنفيذ عملية ازدواج المجرى الملاحي من الكيلومتر 122 لحد الكيلومتر 132 بطول 10 كيلومتر في منطقة البحيرات المرة الصغرى. الهدف من تحقيق هذا الازدواج هو زيادة الأمان الملاحي، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية بعدد 6 سفن إضافية، وده من خلال إضافة مجرى ملاحي جديد غرب المجرى القديم بعرض عند السطح يوصل ل 292 متر، وعرض عند القاع بيوصل ل 127 متر. تقدر أعمال التكريك مبدئياً في هذا الجزء من المشروع بحوالي 45 مليون متر مكعب. أما الجزء الثاني من المشروع فهو عبارة عن مشروع توسعة وتعميق القناة من الكيلومتر 132 لحد الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بزيادة عرض القناة في اتجاه الشرق 40 متر، وزيادة العمق للوصول إلى 27 متر. كده يوصل عرض القطاع المائي عند السطح ل 332 متر، ويوصل العرض عند القاع ل 167 متر. زيادة مساحة القطاع المائي هتقلل نسبيا من سرعة الطيارات البحرية بنسبة توصل لحوالي 20%. كمان هتقلل من حدة المنحنيات في المنطقة دي من القناة، وده هيسهل من عملية المناورة والعبور الآمن لكافة السفن العابرة. تم عمل محاكاة لعملية المناورة بالمنطقة الجنوبية قبل وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة والتعميق. نفذنا المناورة دي على مواصفات السفينة إيفر جيفن 400 متر وعرض 58.5 متر وغاطس 15.7 متر. نسبة ريشو وتحسبها عن طريق ناتج مساحة القطاع المائي مجموع من السفينة، هنلاقي ان نسبة المساحة هتزيد من 5.2 ل 6.7. يعني هامش الأمان الملاحي في قناة السويس هيزيد تقريبا بحوالي 28%. ده هيخلي استجابة السفينة لعمل الدفع أسرع، وهيزود أيضا من قدرة السفن على المناورة والعبور الآمن في قناة السويس. تنقسم أعمال المشروع لأعمال الحفر الجاف لحوالي 3 مليون متر مكعب، وأعمال التكريك لحوالي 42 مليون متر مكعب. إجمالي مدة تنفيذ مشروع التطوير من توسعة وتعميق وازدواج حوالي 24 شهر. هتقوم هيئة قناة السويس بتنفيذ المشروع ذاتيا بكراكات الهيئة وكراكات إحدى الشركات التابعة للهيئة، وهي شركة التحدي. لطالما كانت وستظل الثروة البشرية هي أغلى ما تملكه مصر من أصول، وقد حرصت هيئة قناة السويس على مدار تاريخها على أن يظل العاملون بها في طليعة عمال مصر كفاءة وعملا متفانيا باعثه الوحيد إعلاء مصلحة الوطن. واليوم يقوم معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتكريم عدد من العاملين بالهيئة تقديرا لما قدموه من إخلاص وجهد دؤوب
مستلهمين في ذلك تراث تليد من تقاليد الأداء والعمل في هيئة قناة السويس. رئيس بحري محمد نصر، إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس. رئيس بحري خالد علي سيد، الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس. فني محمود شلبي، إدارة التحركات بهيئة قناة السويس. فني أحمد فؤاد إبراهيم، إدارة الكركات بهيئة قناة السويس. رئيس بحري عمرو إبراهيم رفاعي، شركة الرباط والأنوار، إحدى الشركات التابعة للهيئة. مهندس بولا منير لمعي، الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس. مهندس إبراهيم النكلاوي، إدارة الكركات بهيئة قناة السويس. مهندس محمد سعيد مردان، إدارة التحركات بهيئة قناة السويس. مهندس مصطفى صلاح محمد، إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس. مهندس ماهر السيد عبد المنعم، شركة الرباط والأنوار، إحدى الشركات التابعة للهيئة. الربان مدحت محمد، الربان مصطفى الميقاطي، الربان مجدي خطاب، الربان هشام إمام، الربان حسام الدين مدين، عرفانا للمقاتل والقائد العسكري ورجل الدولة الذي أخلص في العطاء لوطنه. أدعو حضراتكم لمشاهدة فيلما وثائقيا قصيرا نستعرض من خلاله أبرز محطات المسيرة الحافلة للبطل المشير محمد حسين طنطاوي، فهي بحق مسيرة قل أن تتكرر في تاريخ الوطن. وتسطع النجوم المضيئة في سماء العسكرية المصرية، فيتجلى اسم المشير محمد حسين طنطاوي ضمن رموز القوات المسلحة المصرية. ولد المشير محمد حسين طنطاوي في
في 31 من أكتوبر عام 1935 التحق الكلية الحربية ليتخرج فيها عام 1956 ويجلى دور البطل بقيادته لإحدى في حرب أكتوبر حيث كبد أعظم الخسائر معركة دنيا شهيرة. Lost my division about 300 killed and 1000 ودرج في العديد من المناصب القيادية وصولا إلى توليه منصب العام لقوات المسلحة وزير الدفاع الجوي عام 101 ليحدث نوعية في كافة النواحي العسكرية لحكمته كقائد للبلاد إبان أحداث ثورة 25 من يناير 2001 مدها من فترة صدنا حرصا على بلده ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عن الجزاء يعني عن العالم معلش وعن اللي عمل مع مصر وانا بقول لكم تحمل ما لا تتحمله الجبال. In Egypt, after finalizing the building and the testing last spring in the Netherlands, SCA and IHC worked together on this dredger and the previous dredger for the last 3 years, starting from the engineering to the delivery in the Netherlands. And during that period, of course, we faced some challenges with COVID, which we were able to overcome to deliver according to the schedule. SCA always attended with a large team on site in the Netherlands to monitor and inspect all steps in during the building processes. And despite the challenges of COVID, we were able to keep on the track by using all kind of methods like photos, videos and video conferences to enable to proceed. كراكن طنطاوي احدث واكبر كراكات الشرق الاوسط انضمت حديثا لاسطول هيئه قناه السويس تم بناها في ترسانه اي تشي سي دي من اعظم الترسانات على مستوى العالم امكانيات التكنولوجيا بنتكلم في طول 44 متر و7 من 10 العرض بتاعها 23 متر اقصى عمق تكريك بنقدر نوصل له 35 متر قدرات الحفار قدرات عاليه 4800 كيلو وات قدرات المكن قدرات الكراكه اجمالا 29190 كيلو وات ودي من احدث ومن اعظم الكراكات اللي انضمت حديثا لوصول هيئه قناه السويس حاليا بنستكمل التجارب بعد وصولها وتنضم لاسطول الكراكات في تطوير مشاريع تطوير المستمره دايما على طول القناه وحاليا في القطاع الجنوبي بالسويس إن شاء الله رب العالمين. وأن بكل الاعتزاز والتقدير يتقبل دكتور مصطفى مدبولي بدرع الكراكة الجديدة للسيد المشير محمد ويتسلمه نيابة عنه السيد الربان أحمد طنطاوي سليمان.
السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحضور الكريم، يطيب لي أن أقف بينكم في يوم مشهود من أيام هيئة قناة السويس التي طالما كانت شاهداً على بطولات وإنجازات المصريين مثلما كانت على مدار تاريخها الشريان الملاحي الأهم عالمياً بفضل سواعد وعقول ووطنية أبنائها البواسي. نحتفل معاً برفع علم مصر العزيزة على الكراكة حسين طنطاوي، ولتتشرف بأن تحمل اسم قائد سوف يخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور في سجل العسكرية المصرية، فهو الرجل الذي استولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي لأكثر من 20 عاماً، أعاد فيها تنظيم وتدريب القوات المسلحة وعمل على تسليحها بأحدث الأسلحة والمعدات، فكانت هي الدرع والسيف لمصر. كما تولى قيادة مصر في مرحلة مفصلية وحمل الأمانة دون كلل، وتحمل ما لا يتحمله بشر، وحافظ على مقدرات الوطن وعلى شعبه وأرضه وحدوده وقت الذي انهارت خلاله دول وتبددت شعوب، فدانت له مصر بالعرفان جزاء ما قدم من عطاء غير محدود على مدار مسيرته الحلة. أطال الله في عمره ومتعه بوافر الصحة والعافية. وضمن الاستراتيجية الشاملة لهيئة قناة السويس 2023 وتنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة وبدعم كامل من سيادتكم وحكومتكم الفاعلة، يأتي احتفالنا اليوم برفع علم مصرنا الأبية على أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الكراكة حسين طنطاوي، التي تعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة السويس بما تحمله من مواصفات وإمكانيات عملاقة سوف تحدث نقلاً في قدرات هيئة قناة السويس من حيث تنفيذ أعمال ومشروعات التكريك داخل وخارج مصر. تمتاز الكراكة بمواصفات فنية متقدمة تضعها في الفئة الأولى عالمياً بين مثيلتها، ومزودة بأحدث الأنظمة التصوير والمسح القاع بتقنية ثلاثية الأبعاد. بالإضافة لنظم التحكم والسلامة والأمان تعد هي الأكثر تطوراً بما يواكب أعلى معايير هيئات الإشراف والتصنيف الدولي، فضلاً عن قدرتها الفائقة على التكريك في مختلف أنواع التربة بما في ذلك التربة الصخرية، وهو يتلائم مع متطلبات أعمال الصيانة الدورية في قناة السويس، وبيوفر لخزينة الدولة نفقات باهظة بالعملة الصعبة كنا نسددها فيما سبق. ويأتي انضمام الكراكة حسين طنطاوي وصول الهيئة كإحدى الخطوات المهمة التي نتخذها ضمن استراتيجية تنموية كاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة، حيث أطلقت الهيئة مشروعها العملاق الذي يستهدف تطوير القطاع الجنوبي من مجرى الملاحي للقناة، ونجحنا حتى الآن في تكريك ما يقرب من 4 مليون متر مكعب من الرمال وفق أعلى معدلات الأداء. كما تقوم هيئة قناة السويس بتطوير أسطولها البحري، حيث لعبت القناة الجديدة دوراً محورياً في رفع تصنيف القناة بشكل عام وزيادة قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة، وهو ما أظهر حاجة الماسة لتطوير وتحديث الأسطول البحري التابع للهيئة، فقمنا ببناء 4 قطارات جديدة بترسانة بورسعيد البحرية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة النقل البحري وتلبية متطلبات العمل بقناة السويس، وذلك في مدة قياسية لم تتجاوز العام الواحد بمعدل تدشين قاطرة كل 3 أشهر. وتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم المصري على قطارتين منهما في شهر مايو الماضي، وسيتم رفع العلم المصري على عدد 2 قاطرة جديدة اليوم إن شاء الله. هذا بالإضافة لجهود تحديث أسطول الكراكات الهيئة بانضمام الكراكة مهاب مميش في شهر أبريل الماضي، والكراكة حسين طنطاوي أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة للكراكة المكاتي، فضلاً عن بناء 10 لانشات إرشاد جديدة بالشركات التابعة للهيئة. إضافة إلى تطوير أقسام الإنقاذ في هيئة قناة السويس من خلال التعاقد على شراء قطارات بحرية عملاقة ذات قدرات شد كبيرة وأوناش متعددة الأغراض مجهزة للتعاون مع السفن والحاويات العملاقة، ووحدات بحرية متطورة لدعم عمليات الإنقاذ، فضلاً عن انضمام 3 لانشات هي الأحدث في فئتها لمكافحة التلوث والانسكاب البترولي في فرنسا، سيتم أيضا رفع العلم عليها اليوم. وتتولى الشركات التابعة للهيئة حاليا تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للسيد الرئيس نحو إعادة تشكيل أسطول مراكب الصيد المصرية من خلال بناء 100 مركب صيد جديدة، وقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الحالي بإعطاء إشارة البدء في تشغيل المرحلة الأولى من مراكب الصيد بواقع 34 مركب ضمن المراحل الثلاثة للمشروع.
هذا وتستهدف هيئة قناة السويس من خلال الاستراتيجية 2023 تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا، حيث يمر بها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، فضلا عن كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري والرصيد الاستراتيجي الداعم للاقتصاد الوطني والتنمية، الأمر الذي يعكس عمق الرؤية الاقتصادية التي كانت وراء قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع العملاق الذي فتح لنا آفاق نسعى للمضي قدما فيها، ولعل مؤشرات عبور السفن والحملات والإيرادات المالية المتحققة هو خير شاهد على النقلة النوعية التي تحققت في قناة السويس بهذا القناة الجديدة، ويتواكب احنا اليوم معها بمرور 6 عبد الفتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها انها بحق هدية مصر. بنظرة الإيرادات خلال شهر يوليو اللي احنا السابق يعني مقارنة بشهر يونيو 2020، هنجد ان شهر يوليو 2020 عدد السفن اللي مر فيها كان 1424 سفينة، في حين ان شهر يوليو 2021 مر 1670 سفينة بزيادة 17.3%. حمولية الصافية في 2020 كانت 89.4 مليون طن، وفي 2021 كانت 105.6 مليون طن بزيادة قدرها 18.1%. الإيرادات كانت 440 مليون دولار شهر يوليو 2020، وفي يوليو 2021 كانت 530 مليون دولار بنسبة زيادة 20.6%، ودي إيرادات غير مسبوقة في تاريخ القناة بالكامل من ناحية الزيادة. لو قارنا بقى 6 أعوام السابقين لافتتاح قناة السويس و6 أعوام بعد افتتاح قناة السويس يعني من 2015 ل2021 و6 سنوات قبل 2015، نجد ان قبل 6 سنوات قبل افتتاح قناة السويس الجديدة عدى عدد سفن 104,170 سفينة، وبعدها عدى 108,957 سفينة بزيادة 4.6%. النافية كانت 5.5 مليار طن، وبعد 6 سنوات كانت 6.6 مليون طن مليار طن بزيادة 21.9%. الإيراد كان 30 مليار دولار ونص 6 سنوات قبل افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعدها 33.1 مليار دولار بزيادة 8.3%. كما قامت هيئة قناة السويس بتنفيذ سلسلة من المشروعات العملاقة تربط ضفتين القناة عبر محاور متعددة لعبور من وإلى بواقع 6 أنفاق عملاقة و5 كباري عائمة و8 محاور للمعدات، ودفعا لعجلة الاستثمارات وجذب المشروعات العملاقة لمنطقة سيناء يجري حاليا بناء عدد 2 معدية جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية، بالإضافة لتطوير المنطقة الخدمية الخاصة بمعدية الأفراد بالقنطرة الشرق، بما يسهم في تيسير حركة نقل البضائع والمركبات والأفراد من وإلى أرض الفيروز. برضو هنقول الإحصائية بتاعت العدد المراكب اللي مرت خلال من 1/1/21 إلى 1/8/21، يعني خلال 8 أشهر بس، عدى في الأنفاق 5,346 مركبة، وفي الكباري العائمة 1,349 بإجمالي 6,695 مليون مركبة. إن استراتيجية هيئة قناة السويس 2023 التي نسعى من خلالها للتطوير ومواكبة المتغيرات السفن والنقل البحري واللوجستيات هي التي مكنت الهيئة من عبور أزمة استثنائية معقدة عقب جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس في مارس الماضي، وهي الأزمة التي جاءت بمثابة اختبار لقدرات وخبرات هيئة قناة السويس على إدارة وتشغيل الممر الملاحي الأهم دوليا، والذي لا يتحمل الإغلاق لساعات قليلة ناهيكم عن أيام وأسابيع وربما شهور كما روج البعض. فمنذ اللحظة الأولى امتلكت الهيئة عدة سيناريوهات استباقية للتعامل مع الموقف بكل حرفية وكفاءة واقتدار، وبفضل الله ومتابعة ودعم متواصل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وتصميم رجال هيئة قناة السويس البواسل، نعتبر عويم السفينة الجانحة مهمة مع كيفية تعاملنا معها، نجحنا في تعويم السفينة الجانحة خلال وقت قياسي بلغ 6 أيام فقط، وتمكننا من استيعاب 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي في أقل من 4 أيام بمعدل عبور يومي تخطى 100 سفينة في ملحمة أخرى تضاف لسجلات بطولات رجال هيئة قناة السويس من موظفين ومرشدين ومهندسين وعمال. فلهم منا كل الشكر والتقدير والامتنان على ما سطروه من ملحمة استثنائية على مختلف الأصعدة الفنية واللوجستية الملاحية جعلت العالم ما بين منبهر وغير مصدق، حيث تم تنفيذ عملية الإنقاذ والتعويم دون المساس بسلامة بدن السفينة أو طاقمها أو البضائع الموجودة عليها،
حتى ان السفينه ابحرت عقب التعويم مباشره اعتمادا على محركاتها، وهو ما يؤكد ان ما قام به ابطال قناه السويس في عمليه الانقاذ هي كانت اشبه بالتدخل الجراحي الدقيق الناجح لابعد حد. وعقب انتهاء الازمه بدات عمليه من نوع اخر هدفها الحفاظ على حقوق قناه السويس جراء ما تحملته من خسائر توقف الملاحه من جانب، وما قام به من اعباء جسام نحو تعويم السفينه الجانحه، وما اتخذته من اجراءات لاعاده حركه الملاحه الى وضعها الطبيعي من جانب اخر. وإيمانا من هيئة قناة السويس بأهمية التواصل مع شركائنا في الأزمة، قررت تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات في النواحي القانونية والفنية، كان هدفها الأساسي التوصل إلى الإجراء القانوني المناسب الذي يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث. مع ضمان استمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفينة والشركة المالكة، والحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة التي تربط مصر بالدول التي تتبعها السفينة سواء من حيث العلم أو الملكية، وهي علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر كما تحرص عليها الدول المعنية. وانطلاقا من هذه المبادئ وتأكيدا على أن لغة الحوار هي السبيل الأمثل للتفاوض الجاد، استمرت المباحثات ما بين اللجنة الممثلة لهيئة قناة السويس وممثلي ملاك السفينة ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض على مدار 3 أشهر كاملة، حتى تم التوصل إلى اتفاق الذي يحقق العدالة ويعلي مصلحة الطرفين ويقدم دليلا واضحا على تمسك هيئة قناة السويس بما عرف عنها على مدار تاريخها من حرص على كافة شركائها في مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ الكامل على حقوقها. هذا لم يقتصر دور هيئة قناة السويس على إدارة وتشغيل المجرى الملاحي والمشروعات ذات الصلة فحسب، بل امتدت المظلة الخدمية للهيئة منذ إنشائها لتشمل تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات في قطاعات البنية التحتية والإسكان والصحة والمنشآت الرياضية والثقافية بمحافظات القناة الثلاث. فعلى صعيد الرعاية الصحية تسهم الهيئة بنصيب وافر من في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر مستشفياتها والعديد من المنشآت الطبية التابعة لها بمحافظات القناة، والتي تم تسجيل اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لدخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل. كما ساهمت المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمستشفيات ومراكز طبية في جميع المبادرات الصحية التي اطلقها السيد الرئيس للحفاظ على صحة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض ومن بينها فيروس سي والأمراض غير السارية، فضلا عن أعمال مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه. وتأكيدا على دور الهيئة في رعاية ذوي الهمم والقدرات وتعزيز قدراتهم على المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية، فقد تم إنشاء مركز دعم قدرات ذوي الهمم والذي يوفر خدمات متنوعة لرعاية هذه الفئة الغالية من أبنائنا. وعلى صعيد دعم البنية التحتية وتحسين مستوى المرافق العامة والخدمات المقدمة لمواطني المدن قناة، قد قامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المشروعات التي نفذتها هيئة قناة السويس، والتي شملت على مشروع تطوير المجموعة الأولى بمحطة مياه بطاقة لتمكين الطاقة التصميمية المحطة إلى 480 ألف متر مكعب يوم، ومشروع عمارات العاملين بالهيئة المحلية للمعايش حفر السويس بإجمالي عدد 9 عمارات إجمالي 270 وحدة سكنية، ومشروع عمارات العاملين بالهيئة المحلين للمعاش في محافظة بورسعيد بإجمالي 25 عمارة بإجمالي عدد 856 وحدة. سكنية الصخرية بطاقة مكعب والمقرر الانتهاء منها في 2022، ومشروع استاد قناة السويس الدولي بطاقة استيعابية 22 ألف متفرج، والاستاد المطابق لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يؤهله لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، ومشروع المتحف العالمي لقناة السويس حيث يجري حاليا انتهاء من أعمال تطوير المتحف لإحياء تراث القناة الممتد لأكثر من 50 عام تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. إنه سمت العديد من عمليات تحرص على إدارة هيئة قناة السويس في مجال البيئة وتنفيذ أعمال التمويل والتشجيع والحفاظ على تطوير شامل تشجير الجزيره الوسطى قامت عدد 3 دورات مياه عموميه. اما في مدينه السويس فقد قامت الهيئه بتطوير شامل لكورنيش السويس وتحويله لممشى سياحي متكامل المرافق والخدمات، اعاد لمدينه الصمود رونقها ووجهها الحضاري، واتاح لابناء المحافظه وزائريها متنفسا اجتماعيا وترفيهيا يليق بادب مدن القناه. بينما في مدينة بورسعيد الباسلة فقد قامت هيئة قناة السويس بالمساهمة في تحسين الطرق المادية لمحاور العبور، بالإضافة لتصميم وبناء سوق بورفؤاد الحضاري وفق معايير الحفاظ على البيئة والصحة العامة. ولا يفوتني ونحن نتحدث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذا الصرح الشامخ وبسواعد أبنائه المخلصين، أن أتقدم مزيد من الشكر والتقدير والعرفان لقائد هذه المسيرة
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كانت له توجيهاته ومساندته ودعمه المتواصل لنا. خير دافع لبذل أقصى جهد وخير ملهم للإخلاص في العمل لوجه الله والوطن. وعلى صعيد متصل أود أن أؤكد أن ما تلقاه هيئة قناة السويس من دعم متواصل من الحكومة برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء يمثل رصيدا استراتيجيا لكل ما تقوم به الهيئة من مشروعات للتطوير والتحديث، كما أنه يمثل تعزيزا لقدرات الهيئة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجال صناعة النقل البحري والملاحة، وهو ما يؤكد مدى الجدية والإخلاص الذي تقود به هذه الحكومة دفع الأمور ومدى الدأب الذي تنفذ به خطة النهوض بكافة القطاعات في طول البلاد وعرضها. كما تشرف أن أتقدم بكل التحية والتقدير للسيد المشير حسين طنطاوي الذي لن تنسى له مصر ما قدمه طيلة رحلته من عطاء غير محدود، مؤكدا له أن إطلاق اسمه على أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط وأفريقيا هو أقل ما يمكن تقديمه من هيئة قناة السويس عرفانا وظل شخص هيئة قناة السويس قدموه عطاء قناة السويس وتعزيز إمكانياتها وتحقيق العديد من الإنجازات. ختاما، لطالما كانت قناة السويس رمزا على قوة الأراضي المصرية وعزيمة المصريين في مواجهة أصعب التحديات منذ إنشائها الأول بتضحيات 120 ألف عامل مصري مرورا بما شهدته من عدوان ثلاثي تمكنت من دحره مع جموح الشعب المصري عام 1956 ثم العبور العظيم في حرب أكتوبر عام 1973 وصولا إلى حفر قناة السويس الجديدة في أقل من عام واحد وعبور أزمة السفينة الجانحة باقتدار وحرفية، وهو ما يؤكد أن قناة السويس ستظل دوما الصرح العملاق الذي يمثل الشموخ المصري، فهي الممر المائي في طبيعته والصخر فيما يعبر عنه من عزيمة وإصرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.